بافاريا مصر، قصة نجاح مصرية ترسخت على الأرض الألمانية، وعلامة تجارية عمرها 49 سنة. لاقت احتراماً أوروبياً وأحبها الألمان وأعطوها ثقتهم بعد أن امتدت لها يد التطوير والتحديث بالإرادة والعزيمة المصرية خلال حقب متتالية، مما جعل منها حائط صد قوي للمنشآت المختلفة في مواجهة أخطار الحريق. استهدفت بافاريا تقديم حلول متكاملة لأنظمة الإنذار والإطفاء الآلي، فحدثت خطوط إنتاجها وطورت نظم مخازنها واهتمت بعنصر التدريب والتطوير، فأسست لذلك مركزاً للتدريب والصيانة في نورنبرغ، بالإضافة إلى تقديمها أنظمة إطفاء آلي لحماية المنشآت والمركبات. تواجدت في أكثر من 29 فرعاً تغطي محافظات مصر، وامتلكت أسطولاً ضخماً من مراكز الخدمة المتحركة لخدمة أكثر من 55 ألف عميل في مختلف المحافظات سنوياً. تلقت المجموعة عروضاً مغرية من مؤسسات عالمية بأرقام خيالية لشراء أصولها بالكامل، إلا أن مؤسسها الدكتور نادي الرياض قابل هذه العروض برفض تام، معللا ذلك بأن بافاريا تمثل مدرسة للأبناء والأحفاد أيضا ولا يمكن التفريط فيها. لكن رفض مؤسس بافاريا بيع أصول المجموعة لم يمنعه من إنشاء شراكات ناجحة مع شركات عملاقة، آخرها شركة زيغلر الألمانية بغرض تصنيع سيارات إطفاء تكنولوجية بأيد مصرية وتوطين هذه التكنولوجيا في مصر العام المقبل. بافاريا، جودة يثق بها العالم.